هذه قصة جوها وكتة اللحم. كان جوها سعيد جدا، كان عنده مال كثير. يوم من الأيام كان جوها جوعان وذهب إلى السوق ليشتري لحم. صباح الخير أي خدمة فندم؟ بدي حتة لحمة حلوة. هادش؟ حتة دي لو سمعت. وزن على البايع قطعة اللحم وكانت 3 كيلو بالضبط. دفع جوها قطعة اللحم ووضعها في الكيس ورجع إلى البيت إلى زوجته أمنة. مرحبا أمنة. أهلا. ممكن تطبخي حد اللحمة على العشاء؟ حدث. أنا رايا على شغل، بس لما أرجع نأكل سوا. ماشي. وطبخ أمنة قطعة اللحم فكانت رائحة شهية.